أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف ونستهله بأبرز العناوين. نبدأ من المدى. قوى تشرين تتفق على تشكيل مجلس تشاوري لتنسيق المواقف. نقرأ في القدس العربي الشيخ تميم يؤكد أن وحدة العراق أهم مؤهلاته لترسيخ الأمن في المنطقة. نطلع في العربي الجديد ختام قمة بغداد اتفاق على دعم العراق وتواصل اللقاءات السعودية الإيرانية. في نشرة انترست الانهيار في أفغانستان صيحة استيقاظ قوية لكوريا الجنوبية. ونقرأ في شفق نيوز صندوق النقد حصة العراق من حقوق السحب الخاصة بلغت أكثر من ملياري دولار. ومن أبرز عناوين صحيفة باريسكو جماعات لوبي أمريكية اتصلت بأحمد مسعود لدعمه. نقرأ في موقع عربي 21 الدبيبة يهاجم سلطات تونس بعد اتهام بلاده بتصدير الإرهاب. بشرتنا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيني بلاسخارت أمس أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق، وطلبت من هذا الشعب أن يصبر حتى ظهور نواب المرحلة المقبلة فهم الذين سينقذون هذه البلاد. وهنا علي حسين كتب مقالا تحت عنوان حتى أنت يا بلاسخارت. منذ انتخابات عام 2006 امتلأت حياتنا بمطولات وأغنيات حماسية عن موت المحاصصة، وفي كل ساعة تدخل أصوات جديدة إلى الساحة ترفع شعار نموت نموت ونعبر الطوائف. هكذا وجد الناس أنفسهم يعيشون في ظل ما يسمى بانتخابات ترفع شعار المجرب لا يجرب. فماذا وجدنا أمس في البرلمان؟ وجدنا أن معظم ساستنا يدافعون باستماتة عن استمرار العراق في موقع المتقدم في جدول البؤس والخراب العالمي. وهذه المكانة العالمية المرموقة وصل إليها العراق نتيجة حاصل جمع 328 نائبا لا يريدوننا أن نغادر عصر الانتهازية السياسية. وكما تعرف جنابك فإن وراء هذا الإنجاز الكبير منظومة متكاملة تحارب على أكثر من جبهة لكي تضع العراق في قاع سلة بؤساء العالم، منظومة تعمل في تناغم بديع وتمارس برشاقة هواية التزلج على سطح المحاصصة، غير أن هذه الحالة من البؤس التي لا تريد أن تلتفت إليها السيدة بلاسخارت ليست أكثر من عنوان دال ودقيق على حالة البؤس التي ترفل بها ممثلية الأمم المتحدة في العراق، يضاف إليها حالة البؤس التي تسيطر على بلاد الرافدين من السياسة إلى الصناعة إلى التعليم إلى الصحة. ولأن البؤس بالبؤس يذكر، فما زال المواطن يسأل عن الأموال التي صرفت على الكهرباء. لا تزال الحيرة تملأ وجوه الناس وهي تشاهد أعضاء البرلمان يظهرون من على الفضائيات في مسلسل عصر التغيير. أضاف الكاتب تعرف الأمم المتحضرة أو التي يتمتع ساستها بالحد الأدنى من سلامة القوى العقلية والحس الإنساني والوطني، تعرف البرلمان بأنه المكان الذي يجتمع عليه المواطنون كلهم في هذا البلد أو ذاك ليجعل حياة الجميع أفضل من خلال إحداث نوع من النهوض المتكامل يستهدف الارتقاء بحياة المواطن الاعتيادي وإنعاش حظوظه في العيش بكرامة في ظل ساسة يحترمون حقوقه الضرورية والأساس في الحرية والعدل والعمل، ولكن للأسف تحول فيه بعضهم من لاعب مغمور ومفلس إلى صاحب مشروع استثماري يدر الملايين من الدولارات في الوقت الذي مارست فيه القوى السياسية أكبر عملية تزوير على المواطن بفيلم الانتخابات عابرة الطوائف. ما
تقوم الدول بتكوين لجنة للتحقيق بأسباب الخلل ودواعيه والظروف التي أسهمت في نشوئه وأدت إلى حدوثه. تعد هذه الخطوات ضرورية للتوصل إلى المتسببين المباشرين وغير المباشرين أيضا في حدوث الخلل. الهدف من اتخاذ المسؤول إذن هذه التدابير يرمي إلى الحفاظ على مؤسسته وسير أعمالها في الحاضر ليضمن استمرارها في المستقبل. وتشكيل لجنة تحقيقية في مؤسساتنا، هذا التشكيل لا يأخذ من وقت المسؤول إلا دقائق معدودة، إذ بجرة قلم بحسب تعبير الكاتب يحدد رئيس اللجنة وتحدد أعضاؤها والمهمات المنوطة بها، وإلى هنا ينتهي دور المسؤول الأكبر ويبدأ عمل اللجنة لجنة تحقيقية من دون نتائج. وهذا ما جاء في أحد مقالات موقع كتابات. نسمع بين الحين والآخر عن تشكيل لجنة تحقيقية من قبل رئيس الوزراء برئاسة فلان وعضوية كل من زيد وعبيد وكذلك جرار الخيط للتحقيق بشأن القضية الفلانية، وهذا شيء رائع وتصرف مثالي يقوم به أعلى رأس في السلطة التنفيذية للبلد. فبهذه السياسة وهذا النهج يتم وضع إصبع النجاة على الجرح النازف، ولكن حين يبلغ النزف حدا خطيرا لا ينفع فيه الإسعاف ولا الاستطباب، يكون حين ذاك عمل اللجنة هواء في شبك، ولن تكون هناك جدوى من سلسلة تكوين اللجنة التحقيقية وخلقها، بدءا من جرة القلم مرورا بتحديد الرئيس والأعضاء وصولا إلى الصرفيات والكلف التي عينت وحددت لها، إذ لن تأتي كل هذه التخصيصات بشيء ينفع القضية ولا المؤسسة ولا البلاد ولا ملايين العباد. والسبب أن الإسعاف جاء متأخراً، وهو ما يزيد بؤس عملية تشكيل اللجنة التحقيقية وسوداوية اختيار رؤسائها وأعضائها وضبابية عملها. أضاف الكاتب: دائماً الأمر يفضي في نهاية المطاف إلى إخفاق اللجنة في التوصل إلى أي نتيجة، ذلك أن توقيت تكوينها كان فاشلاً منذ بدء المطاف، وكذلك لانعدام الرقابة على مراحل عملها وإنجازاته. والأمثلة على اللجان التحقيقية في الساحة العراقية على مدى السنوات 18 الأخيرة كثيرة وطويلة. كان منتظراً أن يكون العراقيون قد وعوا هذه الدروس المدمرة كلها، واقتنعوا أن الأسلم والأكرم للجميع هو التعايش السلمي، كما ذكر الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية متسائلا: هل ينهض العراق من جديد؟ يقول عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي إن عدد الشهادات المزورة بحدود 40,000 في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، ومنظمة التعليم العالمي وهي منظمة دولية لها مقر في بغداد تؤكد أن عدداً من الوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة تم توظيفهم بشهادات مزورة صادرة عن جامعات معروفة أو غير معروفة، وتمتعوا بامتيازات هذه الشهادات على الرغم من الكشف عن بطلانها. والشهادة لله، لم يعرف العراقيون مثل هذه المنقصة إلا في أيام الغزو الأمريكي ووريثه الاحتلال الإيراني فقط لا غير. فمنذ أيام الحكم الملكي عام 1921 لم يعرف العراقيون وزيراً أو نائباً أو سفيراً تثبت إدانته بتزوير شهادته ثم يبقى مطلق السراح، فقد كان مجلس الخدمة العامة اختراعاً عبقرياً حفظ للناس حقوقهم في الوظائف والرواتب بجعله الشهادة الدراسية المدققة المصدقة المؤكدة وحدها مقياسه الثابت الوحيد في التوظيف والصرف من الخدمة، ولم يكن الملك أو رئيس الوزراء يتجاوز أحكامه الثابتة، وحتى في عهود عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأخيه عبد الرحمن كانت الشهادة المزورة عاراً على حاملها ولا يمكنه تمريرها على أحد في الحكومة. وهنا في هذا السياق أيضاً أضاف الكاتب: قليلون منا يستطيعون أن ينكروا أن العراق كان في ظل الملكية مجتمعاً معقولاً يعيش فيه الجميع بالتساوي في أمن وأمان، في تجاور حميد وقبول واقعي إلزامي. السبب بحسب تعبير الكاتب هو إلى حد بعيد أن الحكم آنذاك لم يكن مغتصباً من طائفة من دون أخرى أو دين
من دون آخر أو حزب من دون حزب، ولم يكن وزراؤه ونوابه وقضاته ومديرو مؤسساته وسفراؤه جهلاء ومزوري شهادات ومهربين وأصحاب سوابق. تناقلت وسائل الإعلام العالمية تحذير مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من أن مأساة أفغانستان يجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمة المقبلة. أضاف أنه يشعر بأسف كبير للطريقة التي سارت من خلالها الأمور في أفغانستان، فلم يسأل أحد الأوروبيين عن رأيهم وهناك مناقشات بين وزراء الدفاع بشأن ذلك. أضاف بوريل: سأزور العراق وتونس وليبيا في أيلول المقبل، مؤكدا أن الأزمات المقبلة ستكون في العراق ومنطقة الساحل الأفريقي. وهنا في هذا السياق ذكر الكاتب حاتم الفلاحي أن أوروبا تستشعر الخطر القادم بعد أفغانستان وتشكل الآن قوة تدخل عسكري، ويتساءل حاتم الفلاحي: هل ستنجح في ذلك؟ إن الدعوة لتشكيل هذه القوة من قبل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد لا يكون لها حضور عسكري قوي ومثمر بدون أن تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وإن شكلت هذه القوة وهو ما أستبعده في ظل التحديات الحالية، فإن مهمة نجاحها ستكون صعبة ومعقدة. وما يجري من فوضى في أفغانستان هو السبب الرئيس الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي للتفكير في إيجاد بديل لمواجهة التحديات المحدقة بدول الاتحاد الأوروبي بعيداً عن واشنطن، خصوصاً وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكرر هذا الفعل وتنسحب من الكثير من البلدان مثل العراق ودول الخليج العربي ودول الساحل الإفريقي. وهذا يعني أنهم يمكن أن يتعرضوا إلى نفس الموقف الذي تواجهه قواتهم وبعثاتهم الدبلوماسية في أفغانستان. ومن هنا كان لابد من الدعوة لتشكيل هذه القوة لتقوم بتنفيذ واجبات محددة مثل تأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية الأوروبية والقيام بأعمال الإخلاء والإجلاء والانسحاب على ألا تكون لها أي دور أو مهمة قتالية في هذه البلدان، وألا تخوض أي مواجهة مسلحة إلا في حالة الدفاع عن النفس، خصوصاً وأن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لديها علاقات متينة مع إيران وأدواتها في المنطقة. ورأينا كيف التقى الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته إلى لبنان مع وفد من حزب الله اللبناني ووفد من الحشد الشعبي الولائي العراقي. أضاف الكاتب: لا شك أن المغادرة الأمريكية في أفغانستان ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة عموماً والعراق خصوصاً، لكون هذه المغادرة التي يمكن أن نسميها هزيمة بكل المقاييس العسكرية تمثل منعطفاً خطيراً وحاسماً في التاريخ المعاصر، خصوصاً أن القوات الأمريكية تعيد التموضع والمغادرة من كثير من البلدان في دول المنطقة التي تراجعت أهميتها في سلم الأولويات الأمريكية، والتي توجهت اهتماماتها العسكرية نحو آسيا الوسطى التي تعد ضرورة مهمة للأمن القومي الأمريكي لمواجهة التمدد الصيني والروسي هناك. إلى صحيفة لوموند الفرنسية التي نشرت مقابلة مع جيمس جيفري مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون بواشنطن، السفير السابق لدى تركيا ثم الحالي لدى العراق. في هذه المقابلة التي أجراها مراسل لوموند في واشنطن عد الدبلوماسي الأمريكي المخضرم أن الفوضى التي غرقت فيها أفغانستان كانت مخططاً متوقعاً بسبب عدم الاستعداد لمغادرة القوات قوات الولايات المتحدة. وتحدث أيضاً أن ما يحدث يمثل أزمة أولى وإخفاقاً أولى لإدارة بايدن. ورأى جيمس جيفري أن قرار الانسحاب من أفغانستان كان صائباً، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأً كلاسيكياً برفضه الاعتراف باحتمال أن يتحول هذا الانسحاب إلى فوضى تامة. فكان يجب على الولايات المتحدة إجلاء قواتها وسفارتها ومواطنيها وعشرات الآلاف من الأفغان الذين تعاونوا معها، ويستغرق الأمر وقتاً ولوجستيات وتخطيطاً لم تستعد الإدارة الأمريكية له حقاً. وقال الدبلوماسي الأمريكي:
علمتنا فيتنام أن الفوضى تنتشر في كل مكان خارج المحيط الأمني بغض النظر عن حجمها، فالمكان الرئيس هو المطار، مركز الثقل الذي يجب التحكم فيه، ولتجاوز هذه الفوضى يجب التفاوض مع حركة طالبان. وتابع الدبلوماسي الأمريكي القول: السبب الذي أوصلنا لهذه الفوضى كما هو الحال في الفوضى العراقية، أو السبب الذي جعل فرنسا تجد نفسها في حالة من الفوضى في منطقة الساحل، هو أن المخاوف المشروعة بشأن تهديدات إرهابية محددة أدت إلى إرسال شبه البعثات الاستعمارية إلى أجزاء كبيرة من العالم لا تريدنا، وبالتالي تتفاعل بشكل سيء. في نهاية اليوم عليك قطع الكهرباء وإيقاف كل شيء، وهذا يعني أن المرء يفكر أولاً في مصالحه وليس بالفقراء في جلال أباد أو الموصل. هذا ما تفعله الدول وما يتوقعه المواطنون منها. أضاف جيم جيفري أن الجيش الأمريكي قام بعمل كارثي لأنه يحاول بناء جيوش تشبهه، فقوات سوريا الديمقراطية مثلاً التي حاربت تنظيم الدولة الإسلامية داعش لم يدربها الجيش الأمريكي بصفة جيش نظامي، وإنما أعطاها السلاح فقط، وشيء نفسه في العراق بالنسبة للمقاتلين الأكراد والميليشيات الشيعية بحسب جيم جيفري. من المؤكد أن هناك دروساً يجب استخلاصها مما حدث في أفغانستان، وما لا شك فيه أيضاً أن تلك الدروس ستكون ذات أهمية لدول كثيرة في العالم. هنا يتساءل الباحث الكوري الجنوبي هونج أيون لي، وهو طالب الدكتوراه وعضو هيئة التدريس المساعد بكلية الجامعة الأمريكية للخدمة الدولية. تساءل في تحليل نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية عن السبب وراء قرار مغادرة أمريكا أفغانستان، وقال إن الإجابة البسيطة قد تكون: لم تعد أمريكا ترى حاجة إلى مزيد من البقاء في أفغانستان، أو في سياق أكثر صراحة، فقدت أفغانستان في مرحلة ما أهميتها شريكا لأمريكا، مما دفع إدارات أمريكية متنوعة إلى نتيجة مفادها أن تداعيات المغادرة والخروج على مصالح السياسة الخارجية لأمريكا ستكون محدودة حتى مع سقوط الحكومة الأفغانية. تظل المعضلة أمام كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالدرس المستفاد من الحرب في أفغانستان هو أن السياسة الخارجية لأمريكا تمر بدورات من التدخل والانسحاب، وعلى مدار عقدين دافعت السياسة الخارجية الأمريكية عن التدخل في أفغانستان وشجعت حلفاء واشنطن على المشاركة، ولعبت كوريا الجنوبية دوراً محدوداً في عمليات حفظ السلام بأفغانستان. ليس من المرجح أن يؤثر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بشكل جدي على كوريا الجنوبية بسبب موقعها بعيداً عن المنطقة، ورغم ذلك يتعين أن تنشغل سول حالياً بمستقبل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين، وتعكف الإدارة الأمريكية حالياً على تحركات تتعلق بسياسة خارجية حازمة من أجل تقييد أي سلوكيات منحرفة للصين الصاعدة، كما تشجع الولايات المتحدة حلفائها على المشاركة عبر إطار الحوار الأمني الرباعي على سبيل المثال. ولكن إلى متى ستقف أمريكا في مواجهة مع الصين؟ وهل ستشعر الإدارات الأمريكية في المستقبل بما يسمى إجهاد الهيمنة، ثم تجري مفاوضات مع الصين من أجل الانسحاب من منطقة آسيا المحيط الهادي، أو على الأقل تقسيم نطاق نفوذ الصين في المنطقة؟ يدور حاليا في كوريا الجنوبية نقاش بشأن السياسة الخارجية للبلاد بين صناع السياسة وخبراء السياسة الذين يؤيدون وجود سياسة خارجية للبلاد حازمة تجاه الصين، وستكون أيضا منحازة لأمريكا، وبين مؤيد للغموض الاستراتيجي أو التحوط فيما بين الصين وأمريكا يدور هذا النقاش. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، شارك فلسطينيون في مدينة غزة بوقفة تضامنية مع أنهار الديك وهي الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني. قد رفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تطالب بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسيرة ديك قبل موعد ولادتها المحددة في الأيام المقبلة. نظم الوقفة جمعية واعد للأسرى والمحررين وهي غير حكومية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة،
وكانت الأسيرة الفلسطينية أمهار ديك قد وجهت مناشدة إنسانية لأحرار العالم تطالبهم بالتدخل العاجل للإفراج عنها لكي تتمكن من وضع جنينها خارج أسوار سجون الصهاينة. قبل الختام نبقى مع وقفة قصيرة وهذه المجموعة المختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صداقنا جديد من الرافدين في رعاية الله.